معانا على الهاتف الدكتور محمد يوسف، يسعدنا وشرفنا يعني رئيس شركه مصر القابضه للتامين. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازيك دكتور معتز وازيك استاذ الوجن. اهلا وسهلا يا دكتور محمد. دكتور خلينا نقول كده بصفه عامه، حضراتكم درستم ولا بتدرسوا الموضوع؟ لا انت عارف سعادتك القياده السياسيه لما في حد بيعمل حاجه وهو مش دارسها بترفضه. الرئيس بيشكر في الناس. ايوه انت دارس اللي انت بتقوله ده. بنتكلم على يعني اتجاه معين لازم نكون ملتزمين فيه بالدراسه. دراسه دقيقه وعميقه وفيها كل التفاصيل الخاصه بالنواحي التامينيه وفيها كل التفاصيل الخاصه بالنواحي البنكيه واجراءات التعامل عن طريق يعني التكنولوجيا المتقدمه ما بين البنوك التجاريه الاربعه المحترمه مع شركه مصر لتامينات الحياه، وبما كمان اتاحت لنا معيدين تامين على الدرجه الاولى يعني تريبل اي، يعني مستوى متميز عالميا. ودرسه هذه الوثيقه دراسه كافيه ووافيه، لان عارفين ان القياده السياسيه بتهتم بهذه الفئات المهمشه، بتحاول بقدر الامكان الفئات المهمشه او محدوده الدخل او العماله اللي هي بتعمل عمليات مثلا متناهيه الصغر كمشروعات متناهيه الصغر او مشروعات صغيره، بتهتم ان هي برضو تجد لها تامين مناسب في حاله لا قدر الله حصل حادث ما او حصلت وفاه لا قدر الله، يكون للعائل ده بعد مثلا الحادث ده ممكن يكون في معاش او في تعويضات مناسبه تقدر تتكفل مع الاسره بتاعته. فدي مدروسه دراسه كامله الحمد لله، وان شاء الله خلال الايام، هي طبعا ممكن في نهايه الاسبوع الحالي او في بدايه الاسبوع القادم، خلال الايام ان شاء الله يتم توقيع البروتوكول النهائي ما بين الشركه وبين البنوك الاربعه، وتبدا انطلاق الوثيقه بمجموعه من الاجراءات التنفيذيه.